انا مازيغ كاتب مغني مع فرقة قناوة ديفيزيون، وعندي تاني مشاريع اخرى موسيقية. ملي بديت الموسيقى وانا نخدم على موسيقى قناوة والموسيقى تاع العبيد بصفة عامة، على خاطرش في هذه الموسيقى هذه لقيت انايا واحد الخطاب على الحرية. في الفن كاين وظيفة تحريرية، بس هذه الوظيفة التحريرية باش تكون لازم الفنان بداتو يكون متحرر. يعني الفنان إذا كان عنده طابوهات في راسه، إذا كان عنده حيوط في راسه، يعني كل ما يكتب يخمم على واش راح يخمم عليه الناس، ولا كيفاش الانتربريتاسيون غتكون عند باه ولا عند مو ولا عند جدو ولا ما على باليش عند من، ما يقدرش يبدع ولا يمد نتيجة اللي تكلم على الحرية ولا على أي ظاهرة بصفة فنية وكاملة، يعني ماهيش ملسة. بالنسبة لي الفنان الأملس ما يزيد ما ينقص، الفنان اللي شوية فيه الحروشية هذاك بالك يقدر يزعزع شوية الأمور. أنا بالنسبة لي حرية التعبير ماهيش حرية فردية، وبالنسبة لي التعريف اللي راهو سايد، يعني التعريف اللي نعرفوه كامل في الدنيا على الحرية هو تعريف الحرية الشخصية وماهوش تعريف الحرية الحقيقية. يعني كي تقول باللي حرية الشخص تحبس وين تبدأ حرية الشخص الآخر، هذا منطق حرية محصنة، يعني حرية شغل في بيتك، في بيتك دير واش تحب، البس واش تحب ولا ما تلبسش، واحد ما يسالك، هذيك الحرية الفردية في نظري أنايا. الشيء اللي راه معيشينه الشعوب نتاع هذه المنطقة، مينا ماشي غير المغرب العربي ولكن كاع الموين اوريون والافريك دو نور، هو رغبة في تراكم الحريات، وهو حرية جماعية في الحق، ولكن ما زلنا في المنطق القديم تاع الحرية تبدا ولا تحبس وين تبدا الحرية الأخرى. لازم نبدلوا هذا المنطق إذا حبينا نوصلوا للحرية التامة ولا الحرية الاجتماعية والجماعية اللي رانا راغبين فيها، واللي هي تمكن الحريات الشخصية من بعد. علاش؟ باسكو الحرية ما كاينش غير حرية وحدة، عندك بزاف الحريات، وإلا ما كانش تراكم الحريات ما تقدرش تكبر الحرية بالحال كبيرة هذيك، فهمت؟ يعني لا ليبرتي افيك ان غران ال نو بو با اتر بارسييل، لازم حريتك تتراكم مع حريتي وتتراكم مع حرية الآخر ونبنيو جبل تاع حريات، وهذا الجبل هذا ما نقدروا نبنيوه غير إلا كنا في نقاش مستمر. وهذا هو الشيء اللي خايفين منه هاد الأنظمة نتاعنا، الأنظمة الاستبدادية اللي قاعدة تقمع وتمنع الحريات، خايفة من هاد النقاش المستمر، خاطش النقاش المستمر يكسر الجمود ويكسر كاع القداسات. وبالك أكبر مشكل اللي عندنا في المجتمع نتاعنا هي القداسة، يعني احنا عندنا القداسة الدينية وعندنا القداسة التاريخية وعندنا القداسة الوطنية وعندنا 15 مليار قداسة، وين الدور يضربك تريسيتي؟ ما كانش حاجة تقدر تهضر عليها بلا ما يضربك الضو. دونك بالك كاين المرحلة الأولى اللي لازم نفوتوا عليها هي أنه نكسروا القداسة، ماشي نكسروا القداسة باش تبقى القداسة مكسرة، بصح نكسروها في مجال التفكير. يعني الواحد كيكون يفكر ما لازمش القداسة تجمد له عقله وترجعه ما يمشي يخمم. دونك التفكير حاجة والتكفير حاجة أخرى، هادو زوج حوايج كي سون تري ديفيرونت. كاين حركة إسلامية مثلا اللي ما تبينش روحها، وحتى الأحزاب الإسلامية ولات ما تبانش ما تهدرش، بصح في الحراك خدامين قاعدين يشوهوا في الأمور. وكاين بزاف الناس اللي ما جايبينش خبر، يعني مازالهم بالنية، يعني بنية صافية، مازالهم يتبعوا في واحد الحوايج اللي هما نوع من الثورة المضادة من الداخل. وكاين تاني الثورة المضادة اللي نعرفوها، يعني لا كونت ريفوليسيون اللي نعرفوها نتاع الريجيم، هذيك باينة. هذيك الريجيم واش يدير؟ يرمي في الحراك، يرمي ديما المواضيع اللي تفرق الناس. مهما حطيت الناس في الحبس، الافكار ما تقدرش تحطها في الحبس. دونك انت تحط كاريكاتوريست ولا كوميديان كيما عبد القادر جري ولا كيما الناس كاع اللي تسجنوا وطلقوهم داير، ما تقدرش، يعني ماشي هكذا اللي راح تحبس الحراك. او كونترير، على بالهم باللي كون يكثروا، كون يحبسوا بزاف الفنانين وبزاف الناس اللي معروفين واللي عندهم كلمه، بالك تزيد تحماض الامور اكثر. بصح انا في رايي هاد الاعتقالات مثلا، اعتقالات هي
اولا تخويف، يعني باش الناس تخاف وباش ما تخرجش مباشره، يعني ما تظهرش بكثافه. ولا دوزيام، ريزون سيك باش يديروا لك حجره في الصباط، يعني تولي في عود ما تروح للهدف نتاعك يولي عندك هدف قريب اللي هو تحرير هاد ما كاع المعتقلين السياسيين في الجزائر. اون فات الحراك كان عنده اهداف سياسيه مع الاول، بصح من بعد كي بداوا يسجنوا في الناس ولا الهدف الاقرب هو اطلاق سراح. وهذه معروفه يعني سي مناورات قديمه، هادو سي دي كومون ابل سا سي دي نود نيغوسياسيون، يدير لك العقدات هكذا ومن بعد يجي يحل لك وحده ويزيد لك هذه ويقول لك هاك شفت انا درنا، بصح انتوما ما درتوا والو اون فات ما تبدل والو من الاول. اه سي سا، دونك سي اوسي اون مانيير دو غاني دو طون دو فير بور دو الناس تبدا تشك. وي يا يا اون فورم دو فيلياسيون باسكو كبرت انا في مسرح سياسي اون فات ماشي، دونك جي فيو سا اي سي فري كو سا جي اون فيزيون دو لار، ميم سي جيم لار اوسي كي ني با سبيسيالمون انجاجي ولا. Mais en général, quand même, ce qui me fait vibrer, c'est quand il y a, quelque chose qui brise le jomoud, qui brise n'importe quelle stagnation. C'est-à-dire que dans une poésie, par exemple Baudelaire, pourquoi j'aime Baudelaire? Parce que Baudelaire, il arrive à faire de la poésie avec les entrailles d'un rat, tu vois? Donc, les entrailles d'un rat, personne, même moi, j'aurais jamais l'idée d'écrire. Pourtant, lui, il écrit là-dessus, c'est beau, tu vois? Et donc, d'ailleurs, c'était l'objet de l'atelier aujourd'hui. La première phrase que j'ai notée sur le tableau à l'atelier, c'était « À l'école de la poésie, on n'apprend pas, on se bat. » Pourquoi on se bat? Parce que la poésie, c'est une résistance. Alors, effectivement, il y a une histoire de filiation par rapport à mon père, parce qu'il était poète, parce qu'il était engagé, etc. Mais en fait, tu t'en rends compte tous les jours que la poésie, la vraie poésie, c'est pas seulement esthétique. C'est aussi esthétique que brut, que résistant. Et moi, je trouve que le meilleur exemple de poésie vivante, eh ben, c'est, tu vois, une décharge publique, Zobéa, tu vois, Zbel, Hacha comme moi, qui est Zbel, d'ailleurs, Mammer, où il dit Rbé, où tu n'as pas de noir, tu n'as pas de Zahara, ça, c'est de la poésie. Pour l'Algérie, actuellement, moi, ce que j'ai proposé depuis le début du Hirak, c'est que les citoyens deviennent constituants et qu'ils se mettent à s'intéresser à la Constitution, à écrire eux-mêmes les règles de la vie politique. Parce que je pars du principe que tu ne peux pas écrire les lois et y obéir. C'est comme si tu demandes à un boxeur d'être son propre arbitre. Ou là, tu demandes à un automobiliste de limiter lui-même sa vitesse. Mais il y a toujours un moment où il va accélérer. Donc, pour que la loi elle soit respectée par les hommes politiques qui sont en train de nous voler, il faudrait que ce soit nous qui écrivions la loi. Pour que eux ils en aient peur, parce qu'en fait nta ila ma tkhafch min qanoun ma tkhda'louch. Ou hna ka cheb tani ou kaع choub hadi ta hada el mintaqa hadiya tkrah el qanoun. Hna kaع nkrahou el qanoun bsifa ama. Les maghrébins on n'aime pas ça, on n'aime pas le qanoun, c'est une agression. Pourquoi? Parce qu'on ne produit pas nos lois. Si tu produis tes lois, tu ma chérie, tu y obéis avec plaisir, voire même tu les fais respecter.